السلام عليكم في الجزء الثاني من سلسلة فيديوهات لسبيشاليستا مايسترو. راح نتعرف على طريقة عمل 9 مشروبات حارة وباردة، كمان راح نتعرف على طريقة استخدام الجزء اليدوي والاوتوماتيكي، ولو حاب تنتقل على جزء معين تحت في صندوق الوصف تقدر تضغط على أي جزء أنت تبغاه وراح تروح عليه على طول. في البداية حنشغل الجهاز، حط كمية البن. طبعا انا جايب عده انواع من محامص محليه وعالميه، هذه من افضل المحامص اللي انا بستخدمها سواء المحليه او الانترناشونال. هنحدد تركيز القهوه زي ما شرحنا عنها في الفيديو السابق، اذا عندك دبل شوت او سنجل شوت لازم تعطيها الامر من هنا عشان تعرف ان انا مركب الباسكت حق الدبل شوت، ومجرد ما تركب اوتوماتيك هي راح تطحن وتوقف حسب الكميه اللي انت محددها هنا وعدد الثواني. بكل سهوله راح تكبسها باستخدام السمارت تامبر، سواء كبسه او تنتين اوكي. اذا في زوايد راح نشيلها بهذا الشكل بحيث يكون الكبسه حق بيرفكت. هبدا اسوي الدبل شوت اسبريسو. مجرد ما انت بختار دبل شوت اوتوماتيك راح تعطيك كميه استخلاص مناسبه للكوبين. شايفين يا جماعه النتيجه؟ دبل شوت اسبريسو 21 جرام مقسم على كوبين، كل كوب ب 10 جرام ونص قهوه، جدا خرافيه على ضغط بار اكثر من 13 بار. يا سلام. تقييم الحموضه والمراره والقوام بيرفكت، طبعا راح يكون على حسب نوعيه البن. تقييم القهوه بيرفكت. حننتقل على الجزء الثاني وحنسوي مع بعض مشروب اللونج او الكوفي. ايش هو الكوفي؟ خلونا نشوف نفس الخطوات. هنا عندي جزء يحال ماني مستخدم علبه الحليب، راح اركبه عشان يكون شكل الاله بروفيشنال. هتكبسها ونبدا نسوي اللونج. ما نبغى دبل، طبعا تقدر تسوي دبل كاستين نفس الطريقه حق الاسبريسو او سنجل. هذه هي النتيجة يا جماعة، اللونج حيكون هنا معاه كمية الاستخلاص حتكون أكثر من الإسبريسو بس نفس كمية القهوة، بس هنا فرق معاه إنه استخلاص أكثر، كمية موية أكثر، كمية سائل أكثر. هذا المشروب الأول، وهذا المشروب الثاني الموجود في القائمة، والآن حننتقل للمشروب الثالث الأمريكانو، حنشوف نتيجته. هنا الأمريكانو يحتاج له كوب كبير، تقدر تستخدم الأكواب القزاز أو أكواب السيراميك. اختار الدبل شوت، أنا مستخدم هنا باسكت دبل شوت، فلازم أحط الدبل شوت كل مرة، بس في الاستخلاص لو حبيت أنا أكنسل الدبل شوت وأستخلصها في وان شوت، خلاص في وقت الاستخلاص راح أكنسل هنا الدبل شوت وأستخدمها طبيعي، بس حتكون كمية القهوة أقل، كمية الاستخلاص أثقل، حتكون قهوة مركزة وقليلة. I like to use this. في الامريكانو راح نشوف هنا انه الماكينه تنزل لك اسبريسو في نفس الوقت تعادل لك مويه من الصنبور الموجود هذا في الاله، يعني ما يحتاج انك تزود عليها مويه، راح تعطيك كوب امريكانو بدون اي تعب وبكبسه زر واحده فقط. ما اتقيد على نوعيه قهوه معينه لانه انا بحب اغير من فتره لفتره وبحب اغير نوع القهوه وانواع المحامص. That's good because every day في اشياء جديده وفي محاصيل جديده بتكون فقط موسميه، فانا احب ان انا اغامر واجرب انواع جديده في القهوه، فاذا كنت زي واحد شوف نوعية القهوة، راح نتكلم بفيديو منفصل عن طريقة اختيار أفضل أنواع القهوة على حسب استخدامك، فيديو منفصل عشان ما أطول عليك. الآن الموية قاعدة تنزل وبرمجة كاملة، ولو حابين تغيرون الكميات راح أشرحها في الجزء الثالث طريقة تغيير الكميات. كل أي وقت تبى توقفها اضغط على علامة الأوكي راح تتوقف معاك، وأحلى كوب أمريكانو يحبه قلبك. I like the coffee taste. طبعا الطعم راح يكون على حسب نوعية القهوة، فتأكد عندك جهاز كويس. بشكل عام لازم يكون قهوة صح. سوينا ثلاثة المشروبات اللي بدون حليب في الآلة، وهذه نتيجتها زي ما انتم شايفين.
ننتقل للجزء الثاني من هذا الفيديو، وحنجرب طريقة المشروبات اللي بالحليب. أول حاجة راح نستخدم الجزء الأوتوماتيكي اللي جاي إكسترا أوبشنز موجود في الآلة. بهذا الشكل نفتح العلبة، تضيف كمية الحليب، ويفضل انك تستخدم هنا حليب دائما فريش، واذا عندك اي نوع ثاني تأكد انه يكون فريش ومو طويل الاجل وما فيه له نسبة بودر. انا بالنسبة لي بستخدم نادك، لو عندك نوع معين يعطيك نتيجة كويسة يقوهد، قليل الدسم كثير الدسم ما تفرق. تركب الحليب، بعد ما تختار كمية الفوم حسب المشروب اللي انت تبغاه، وحنبدا نحضر مع بعض. اول شيء الكابتشينو، الكابتشينو هو عبارة عن وان شوت اسبريسو على حليب ورغوة، بس كمية الرغوة بتكون اكثر من الحليب. من سخان الاكواب اخترت لكم انواع شفافة بحيث تقدر تشوف نتيجة استخلاصها ونتيجة شغل الآلة هذه كيف. تطحن البن زي ما سوينا في كل شوت. في مشروبات الحليب هنا انا ابغاك تركز دائما استخدم دبل شوت عشان يجيك طعم قهوة بارز قوي، ما يكون خفيف، سواء استخدمت نوع بن عربيكا او ميكس روبوستا من عربيكا، وراح نتكلم عنه بفيديو مفصل. دبل شوت دائما راح يعطيني نتيجه كويسه مع مشروبات الحليب عشان ما تخف طعم القهوه مع الحليب. مجرد ما تختار كميه الفوم على اعلى شيء اللي هو فوم كثيف كوب واحد. بداية يا جماعة حيبدأ ينزل معاي القهوة، بعد ما تنزل القهوة راح يبدأ ينزل معاك الحليب المبخر. لاحظوا يا جماعة هنا الاستخلاص فيها جدا جدا رائع، يعني ما راح تعاني هنا من مشكلة في الاستخلاص، ما راح يكون عندك مشاكل الاستخلاص لأنه عندك ما شاء الله باسكت يشيل لحد 21 جرام قهوة، راح تاخذ نتيجة جدا خرافية. تقدر تختار اذا تبغى يستخلص لك دبل شوت مع حليب ورغوه ولا وان شوت زي ما انتم شايفين من هنا. برضو انا كميه الاستخلاص راح احددها with every cup مع كل مشروب، سواء سويت مشروب بالحليب ولا مشروب بدون حليب. في الاصدار السابق كان الدبل شوت فقط في الاسبريسو واللونج، الان حتى تقدر تسويه في جميع المشروبات زي ما انتم شايفين كيف النتيجه. واو اي لايك ات. وبخطوتين تقدر تاخذ النتيجه هذه، كوب كابتشينو احترافي، القهوه موجوده تحت، الحليب في النص والرغوة فوق، جدا خرافية يا جماعة. هذه هي النتيجة. شوف القهوة تحت قديش تركيزها مركزة دارك، تحس انه شيء ثاني مو بقهوة. مع الجهاز اكثر من رائع، اربع نتائج لين الان بكل سهولة، وحننتقل للنتيجة الرابعة. لاتيه مكياتو. بعد ما اخترنا اللاتيه هنا لازم نغير كميه الرغوه. في الكابتشينو اخترنا الفوم عالي عشان يكون فوم اكثر حليب اقل، هنا في اللاتيه راح نختار كميه الرغوه على المستوى الثاني رغوه وسط. حنبدا نسوي اللاتيه، نخليها دبل شوت. اللاتيه شايفين يا جماعه هنا العمليه انعكست، بدا ينزل معايا الحليب، بعد كذا حينزل القهوه، يعني النتيجه ما حتكون طبقتين زي كذا، النتيجه حتكون تماما مو زي كذا. واو بعد في اي لحظه تبى توقفها تقدر توقفها على طول بالضغط على اوكي، بس انا ما حوقفها، خليها هي توقف لوحدها لانه اوريدي مبرمجه، وتجيك مبرمجه من ايطاليا على الكميه المناسبه بتعبي لك الكوب هذا. واو اسبريسو لون امريكانو والكابتشينو واللاتيه، لما انتم شايفين بخطوتين فقط بكل سهوله وافضل من اي باريستا. كذا بقي لي مشروب واحد فقط في القائمه اللي هو الفلات وايت، ما اخلي لكم شيء في بالي. في الفلات وايت اي ويل يوز ذيس كاب، نفس الخطوات. في الفلات وايت ايش اللي حيختلف؟ حيكون نفس الكابتشينو بس على تركيز قهوه اعلى وكميه حليب اقل، بس نايس ذا فلات وايت. كبسناها، هنا راح استخلص وان شوت اسبريسو مع حليب ورغوه، راح اخلي مستوى الرغوه تكون زي اللاتيه على المستوى الثاني واشوف النتيجه. بدايه هنا راح ينزل القهوه، بعدين ينزل الحليب مع الرغوه، حيكون نفس طريقه الكابتشينو بس حيكون هنا على كوب اقل، تركيز القهوه اعلى، وتقدر تشرب احلى كوب فلات وايت بسهوله.
جاء وقت النهاية. كذا حضرنا الستة المشروبات الموجودة في قائمة برامج المشروبات، وهذه النتيجة أمام. الآن راح ننتقل على الجزء الثاني، وحنستخدم عصا التبخير الخارجية عشان نشوف إيش المشروبات اللي حنقدر نسويها، وهل تقدر تسوي البارد ولا لا. قبل لا أفك علبة الحليب عشان ما تتعفن معاها، يفضل تنظفها من خيار التنظيف الموجود في علبة الحليب بهذا الشكل. تنظيف هنا بالماء الحار والبخار، عارفين الحليب بعد فترة شلون يعفن أوتوماتيك، هو راح يوقف الواحد كده. خلاص ما عاد احتاج البارت هذا، الجزء هذا كامل تقدر تغسله. حنسوي الاسبريس بعد ما تحدد تركيز القهوة. اجهز كمية الحليب تبعي، هذا حنكبس القهوة، حنسوي مشروبنا، حنستخلص واين شوت اسبريسو. بعد ما استخلصنا شوت الاسبريسو زي ما انتم شايفين، نبدا نسخن الحليب. وزنيه الكورتادو نفس كميه الاسبريسو، راح تحط حليب ورغوه. طبعا التبخير زي ما انتم شايفين سريع على طول بدون انتظار، لحد ما توصل لدرجه الحراره اللي انت تحتاجها. ما تقدر تمسك البتشر لمده 3 ثواني، كذا انا اكون وصلت لدرجه الحراره اللي احتاجها. خلاص اوقف التبخير. أفضل كوب كورتادو، بالعافية عليكم. You can do many things. بقينا مشروبين فقط، المشروب الأول اللي هو سبانش لاتيه هوت، والمشروب الثاني سبانش لاتيه كول. عشان نسوي السبانش لاتيه الحار حنحتاج إلى حليب ودبل شوت إسبريسو وصوص الكراميل. إذا ما عندك صوص الكراميل تقدر تستخدم حاجتين، حليب مكثف نستلا أو أي حاجة. الحاجة الثانية اللي هو الكراميل سيروب اللي هو صوص الكراميل. هنبدأ نحط صوص سبانش لاتيه الجاهز معايا، حليب، ونحاول نحركه عشان نخلط الحليب مع الصوص مع بعض قبل التبخير. يمديك تستخدم ملعقة أو أي حاجة ثانية. وبعد ما يكون جاهز راح نبدأ بالتبخير. طبعا في بداية التبخير يا جماعة لازم عصا التبخير تلامس الحليب فقط ملامسة عشان تبدأ تطلع الرغوة، لحد ما تكتفي بكمية الرغوة اللي انت تبغى تحصل عليها. يصير بكذا دخلها بالحليب عشان ما تعطيك فوم كثير وينخلط الحليب مع الرغوة. توصل درجة الحرارة المطلوبة خلاص تسمع الصوت بدأ يتغير. عندك هنا تنظف الجزء هذا، كذا سوينا الخلطة جاهزة. هنحطه في الكاسة على طول. وننزل عليه دبل شوت اسبريسو. وهذه نتيجة السبانش لاتيه الحار. It's crazy. بقات هذه اللي تكونت معايا الحليب نزل تحت عشان كثافته صارت ثقيلة لما خلطناها بصوص الكراميل. تلاقي القهوة هنا طلعت معك فوق، والرغوة فوق جميلة جدا، تقدر تضيف عليها شوكولات وتقدم أفضل سبانش لاتيه حار. ممكن تسويه بتركيز قهوة يصل حتى 21 جرام قهوة. Crazy يا جماعة. السبانش لاتيه البارد جدا سهل. أول شيء راح نحط الثلج، حليب مكثف، حنضيف صوص الكراميل، ميل الكاسة عشان تزينها، بعدها نضيف الحليب،
ودبل شوت اسبريسو. وهذه هي النتيجة، أفضل سبانيش لاتيه حار وبارد. وبكذا أكون وصلت معاكم لنهاية فيديو اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وعجبكم هذا الفيديو. اللي ما شاف الجزء الأول يروح على القناة ويشوفه، انتظروني في الجزء الثالث وراح يكون لكل البرمجة اللازمة اللي يحتاجها الجهاز، وكمان حتى تعديل الكميات اللي سوينا. أشوفكم في فيديو جديد، في أمان الله.